بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك موفور ودينك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. هذه كلمات الإمام الشافعي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من روشتة. كما عودناكم في كل حلقة نضع عنوانا للموضوع ونستضيف أحد أساطين الطب ليدلو بدلوه في هذه القضية. الحقيقة النهاردة معايا ضيف في الاستوديو يعني من عمالقة جراحة عظام الأطفال في مصر. إذا ذكر الأستاذ الدكتور هشام عبد الغني ذكر الطب وذكر الأدب معا. الحقيقة شخصية أدبها جم جدا لدرجة كثير من أساتذة العظام أول ما يسمعوا عن الحالة أو يتوصف لهم الحالة يقال اذهب إلى الأستاذ الدكتور هشام عبد الغني في ميدان الجيزة جنب مكتب بريد الجيزة، هو ده المكان اللي فيه حل لمشكلتك. معانا الأستاذ الدكتور هشام عبد الغني، أستاذ جراحة عظام الأطفال، وحلقة مهمة جدا 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 عن أهم أمراض عظام الأطفال. أهلا بك يا دكتور، وشرفتين ونورتين. أهلا دكتور حسين، ربنا يخليك. ربنا يخليك. مش عارف ابدا منين الحكايه، بالذات في حضره عالم جليل زي حضرتك واسطونه كبيره من اساطير الطب بجد. والله انا سعيد ان انا مع حضرتك النهارده، اجلنا الميعاد اكتر من مره لكن سعيد جدا جدا بهذه اللحظه. نبدا منين حدوته عظام الاطفال وامراضها ومشاكلها؟ هو تخصص اللي بدا انشاه كان المرحوم الاستاذ دكتور صالح بدير الله يرحمه في 81، وكان عمله في ابو ريش، والبرانش ده بدأ ينتشر وموجود في مصر دلوقتي، ناس كتيرة جدا كويسة قوي عظام أطفال. هو تخصص بيتعامل مع ما يخص الجهاز الحركي في السن اللي قبل سن يمكن 18 سنة. بنتعامل مع إيه بالظبط؟ حاجات كتيرة قوي، بداية من العيوب الخلقية اللي بتصيب الإيدين أو الأطراف العلوي والطرف السفلي. بنتعامل مع، في ناس بيشتغلوا عمود فقري، ممكن انا ما بشتغلش عمود فقري، لكن التشوهات والاعوجاجات اللي في العمود الفقري في ناس بتشتغلها. الالتهابات والانفكشنز او العدوات اللي بتحصل في العظام والمفاصل، بدايه من الطفل اول ما بيتولد لحد طول ما هو طفل. ليه هو طول ما هو طفل؟ طول ما في مراكز نمو، طول ما في مراكز نمو في العظم يبقى العظم ده is growing، يعني بينمو فهو يندرج في تخصص عظام الأطفال. لأن المشاكل اللي ممكن تحصل غير خالص لما تحصل في حد ما بينموش. عشان كده قلنا. بس أغرب أكتر يعني أكتر الناس اللي بتجينا بيبقوا دايما أقل من 16 او كده، يعني دايما الحاجات اللي بتحصل بعد سن كده بتبقى اصابات في محتاجه مناظير وبتاع، ده مش تخصص عظام الاطفال. الحاجات التانيه اللي بنتعامل معاها امراض تطوريه. تلاقي حد مثلا عنده بيحصل مشاكل، بيحصل في مفصل الفخذ مشاكل، بتحصل في العظام عموما، حاجات تطوريه بتحصل مع الوقت او مش شرط ان هي الطفل مولود بيها، عشان كده ما نقدرش نسميها عيوب خلقيه. في جزء كبير بقى قوي 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 من عظام الاطفال اللي هو بيتعامل مع مشاكل الشلل، سواء شلل ارتخائي او شلل تشنجي او تيبسي. الشلل الارتخائي اهم حاجه هي اصابات الضفيره العصبيه العضديه اللي هي ملك الولاده. وفي كمان الشلل الارتخائي اللي بيجي نتيجة التهابات بفيروسات معينة، طبعا كان أشهرهم زمان هو شلل الأطفال، دلوقتي ما بقاش موجود بس بقى فيها حاجات تانية. أو عيوب خلقية بتأثر على النخاع الشوكي فبتعمل شلل ارتخائي في الأطراف. الشلل التيبسي طبعا ده أشهر حاجة، وهو أهم سبب للديسابيليتيز أو الإعاقات في العالم كله، وهو اللي هو الشلل الدماغي اللي هو السيريبرال بولسي. ده برضو من الدومينز اللي احنا بنشتغل فيها كتير قوي. لكن محبط شويه يا دكتور، يعني التحسن فيه ما بيبقاش للدرجه، والحقيقه حتى واحنا طلبه في كليه الطب كان سيريبرال بولسي نوع من العقاب، يعني اهم حاجه يبشروكوا انت داخل تمتحن انها مش سيريبرال بولسي. هي انا فاكر وانا في خمسه طب كنا بندرس الاطفال، ففي استاذ دخل قال لنا السيريبرال بولسي ده او الشلل الدماغي ما حدش يعمل له حاجه، ده عيان
الواقع مش كده خالص، الواقع مش كده تماما. احنا ممكن نتكلم، بس احنا الدفعات القديمه بقى لا. اللي طبعا خدت تخصص تاني غير جراحه عظام الاطفال، لا زال الموضوع عندها وقف عند هذه الدرجه. الموضوع يعني فيه جديد. واخطر نقطه واللي يعني لو صلحناها هنصلح حاجات كتيره قوي، انك تعتبر مريض الشلل الدماغي عنده مشكله عقليه. لا، ده في ناس منهم ما تعرفش تتكلم بس اذكياء واعلى درجات الذكاء كمان. تمام تمام. وهو فاهم وعارف، وعارف انك بتبص له ازاي، وعارف انت وانت بتبص له بطريقه ان هو منتال او يعني ميؤوس منه، انه هو بتاع هو فاهم الـ 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 الشكل ده وفاهم البصه دي، وبتبقى انجوريوس جدا وجارحه جدا بالنسبه له، معذبه له. فلا الموضوع مش كده خالص خالص. يعني دايما يكفي انك تعرف انك تتعامل مع شخص سليم عقليا، سليم عقليا. فلا لازم نفكر تاني ونعيد. هو دورنا. هو انت عندنا النهارده يا دكتور على اساس انك من الليدرز يعني في جراحه عظام الاطفال، فبتغير واقع معانا. السي في ده قصه ضخمه 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 جدا. تمام. وكبيره قوي، ولو قعدنا نتكلم عليها هنتكلم عليها عايزه حلقات، وان شاء الله يعني نتابع مع بعض في حلقات كتيره وفيها كلام كتير جدا. لكن مش اللي هي لا ده شخص ميؤوس منه. نعم. ده هذا كلام صحيح. طيب انا لو جيت بالطول كده واتكلمنا اعلام بقى في حضره حضرتك، وقلنا نصائح الاستاذ الدكتور هشام عبد الغني للامهات علشان ما يطلعش فيه تشوه، يعني اغلب الحاجات اللي بتحصل فيها مشاكل ويمكن منعها من الام، ايه عشان ابنها يطلع ما عندوش التشوهات دي، سواء في طريقه الولاده، سواء في طريقه التغذيه، سواء في طريقه التعرض للشمس ونقص فيتامين د، يعني روشته من حضرتك الى الامهات موجهه اليهن عشان اقلل حدوث العيوب الخلقيه والتشوهات الخلقيه، وان طفل يطلع عنده مشكله في الايد او مشكله في الرجل او عيب خلقي. دي حاجات عامه عشان احافظ على هذا الجنين. تمام. نمره واحد، مفيش تعرض للادويه في اول 3 شهور. تمام. واتيفر نوع الادويه. تمام. وهقول لك في غلطه بتحصل وهنتكلم عنها. تمام. نمره اتنين، عدم التعرض للملوثات. يعني دايما انا بقول للام في اول 3 شهور الزمي بيتك. حتى ما تقابليش حد. عشان ما حدش يجيب لها عدوى. العدوى. لان اي التهاب فيروسي ممكن يعمل لي ابورشن ويعمل لي عيب خلقي، انوماليز، عيب خلقي. زي بالظبط الدواء، مش فارق خالص. نمره وعشان تقعد في البيت عشان ما تتعرضش للملوثات، لان الملوثات اللي في الجو هي زيها زي الادويه. كيميكالز يعني. تمام. خلاص. لو عندنا عيب خلقي واضح في العيله ما ينفعش جواز قرايب. دي مشكله كبيره جدا. طبعا. وبتلاقي في الفاميليز يعني مشكله ضخمه. صحيح. جدا. صحيح. بتلاقوا قريب جدا. خلاص. الحاجه الثانيه المهمه جدا هي اني لازم لازم تحافظ على نفسها، وتاخد في عيب خلقي مهم قوي ممكن نمنعه، اللي هو عدم اكتمال النخاع الشوكي او الكيس اللي في السباينا بيفيدا. حمض الفوليك ولا حمض الفوليك اسيد. المعلومه اللي منتشره من الناس ان هي بتاخد حمض الفوليك اسيد بعد ما تكون عرفت انها حامل. الحقيقه حمض الفوليك اسيد وظيفته قبل ما تعرف انها حامل. صح. لان الجهاز العصبي بيتكون في اول 14 يوم تقريبا. اول اسبوعين مش اول شهرين. فهي فاهمه غلط. اول اسبوعين. وهي بتعرف انها حامل بعد انقطاع الدوره باسبوعين. فبتبدا تاخد الفوليك اسيد لما تعرف انها خلص. حامل. فده مشكله كبيره. فاحنا ما بنستفدش من الفوليك اسيد. معلومه مهمه جدا يا دكتور. خلاص. اتفضل. الحاجه الثانيه اللي انا بلاحظها كتير قوي، اخذ او تعاطي ما يسمى المثبتات. مثبتات الحمل. احنا دايما عارفين ان في فريتن ده ابورشن، ممكن الست يحصل لها تنقيط دم وهي حامل ويحصل اجهاض. فانا اي حد يحصل لها كده نديها مثبتات حمل. الحقيقه مثبتات الحمل دي انديكيتد في واحده سنها كبير وقربت على انقطاع الدوره وبقت حامل وعايزين نحافظ على الحمل ده. واحده حملها صعب وما صدقنا، عملت اي في اف او عملت تلقيح صناعي او وات ايفر، فلازم نديها نحافظ على البيبي ده. او واحده بقى لها كذا مره بتسقط فبالتالي بنحاول خلاص. تمام. لكن انا ما ينفعش واحده عندها 20 ولا 22 سنه ومتجوزه بقى لها كام شهر وحملت، يعني ما عندهاش مشكله في الحمل وما سقطتش قبل كده ولا حاجه خالص، وجاي لها ثريتند ابورشن، اروح انا مدي ادويه.
كمية الحاجات اللي بنشوف فيها تشوهات من وراء الموضوع ده كتير جدا. اوكي نعم. طيب كنت قلت لي كلام مهم. كنت قلت لي واحنا بنقول الأدوية قول لي على الغلطة كان هو ده مش كده؟ انا كاتب عندي اصلا لاني حضرتك لما نعرف ان الابورتس لما خدوا الاجنة اللي حصل لها سقط او ابورشن لما تحللت لقوا ان اكتر من 90 اكتر بالنسبة العظمى منها مال فورمت فيها عيوب خلقية شديدة. فهو انتقاء طبيعي ان اللي فيه مشاكل بينزل يوقع. صح خلاص صح. فانا ما ينفعش اتدخل في النقطة دي الا للظروف القاسية اللي قلنا عليها اللي هي حد قرب بريشيوس الحمل فيها بريشيوس غالي قوي لانه كمان تمام. يعني انا من الناس اللي اتشرفت بلقاء الاستاذ دكتور صالح بدير في اكثر من لقاء قبل كده. فحضرتك لما ذكرت الاسم يعني رجعتني الايام جميله جدا. وكان عميد طب الاصل العيني على فكره وله كتب في اليوم الطبي كنت ما اغفلهاش ابدا. كتاب كده كذا كتاب طب وفي الفراعنه والحاجات دي. لا كان حد يعني موسوعي ومحترم وانا ارى ان حضرتك امتداد له يعني. ربنا يديك الصحه طول العمر يا استاذنا. طيب احيانا من الحاجات اللي فاكرها انه لما طفل صغير يتشال من ايدين كده ويبقى تقله على الارض دي حاجة غلط. يعني ولو لقيت حد في الشارع عامل كده بيدلع ابنه فشايله بايد واحدة لفوق بجري واقول له ده غلط. ايه تاني اذا كان دي صح؟ يعني انت قصدك يشيله من ايديه؟ من ايدين الاتنين بثقله على الارض. فانا فاكر انها كانت غلط. هي غلط ولا لا؟ وبعدين ايه تاني ممكن نقول للناس ما تعملوش كده او يعملوا كده؟ هي في حكايه ان يشيله كده احيانا بتتسبب في خلع في عظمه القابوره اللي هي بنسميها حاجه اسمها بولدي البو. تمام. مش كل الاطفال بيحصل لها الموضوع ده. لكن لو اتشال من الايد او اتشد من الايد وحصل الموضوع ده يجب ان نتحاشى الموضوع ده. ودايما بنقول للام او الاب يشيلوا البيبي دايما من تحت باطه. من تحت الباط. لانه الشده دي بتعمل المشكله دي ولو حصلت لازم يترد على طول. تمام. وهي بتختفي لوحدها على سن 5-6 سنين. تمام. لما راس العظمه ياخد الشكل الطبقي بتاعه ويبقى ستيبل في القلب. تمام. الحاجات الثانيه او المعلومات الخاطئه اللي احنا بنشوفها كتير قوي. نعم. ان اولا انا عشان الطفل ينمو العظم بتاعه ينمو كويس محتاج مواد خام. زي العماره انت عايز تبني عماره محتاج طوب واسمنت وحديد وكذا. المواد الخام بالنسبه لنا من اهمها فيتامين د والكالسيوم. تمام. فمصدر فيتامين د الطبيعي ايه؟ الشمس. والمصدر الصناعي هو الدواء. مش موجود في الاكل. من الغلطات اللي بنشوفها كتير قوي ان في اعتقاد سائد ان فيتامين د يعطى اول سنه او سنتين بس من العمر. ده كلام مش صحيح خالص. هو هيعطى طول ما انا ما باخدش المصدر الطبيعي اللي هو الشمس. فانا اخد الشمس واستغنى عن الطبيعي. اوكي. بس في ناس كتيره مش قادره انها تعرض اطفالها للشمس. السنتين اللي فاتوا في الكورونا دي انا عايز اقول لك كم نقص فيتامين د رهيب. مفيش مدارس، مفيش نوادي، مفيش خروج. مفيش خروج على الاكل. قعد في البيت. واخد بالك؟ عمل كمية كوارث. فدي كلام مش صحيح. فاحنا مفيش حاجة اسمها انا هدي فيتامين د لحد سن كام. انسب وقت يعرضوا اولادهم للشمس امتى؟ اي وقت. الكلام بتاع الصبح وقبل الغروب اللي هي الالترا فايلت تبقى قليلة. دي الناس اللي هم سنسيتيف للشمس اللي هم الاوروبيين كاتبينه لنفسهم. مش كاتبينه لينا احنا. احنا سبحان الله الشمس بتاعتنا هي الجلدنا. الجامد. لو حد فير قوي او لونه فاتح قوي وشعره اصفر قوي هو ده اللي يقعد الصبح ويقعد قبل الغروب. لكن اي وقت انت ممكن تقعد فيه وتحصل على الشمس بتاعتك. لمده بير دي برضو المده متوقفه على لون الجلد. كل ما كان لونك فاتح قوي كل ما تقعد فتره قليله. وكل ما كان اللون غامق قوي كل ما تقعد فتره طويله. سبحان الله عشان كده ربنا خالق الناس الفاتحين في الشمال عشان الشمس بتاعتهم قليله. اوكي. يعني وخالق طبعًا الناس السمراء قوي في الجنوب. تمام. ماشي. تمام. عشان الشمس بتاعتهم عنيفه فالجلد الغامق يتحمل ضرر الشمس. تمام. وبس. بيحتاج وقت اطول عشان يكون فيتامين د. سان بلوكر طبيعي. يعني سان بلوك طبيعي. سان بلوك طبيعي. تمام. طيب يعني ايه اهم الامراض اللي بتيجي العياده تقتضي جراحه عظام عند الاطفال بترتيبها كومون ليس كومون وهكذا؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا تخصص جراحه بس الواقع ان اغلب الامراض مش محتاجه جراحه خالص.
حتى الاصابات يعني الكسور والكلام ده اغلبها في الاطفال بتمشي بطريقه كونزرفتيف يعني جبس مش عارف ايه، لكن قليل لما بنحتاج جراحه. برضو في الامراض كذلك كتير قوي ان الحالات ليها توقيت معين للعمليات او التدخل الجراحي او حاله معينه بمقاييس معينه. مفيش حاجه تعميم، مفيش حاجه اسمها الحاله الفلانيه يعني عمليه. يعني ابسط حاجه تقوس الساقين، تقوس الساقين الخارجي اللي هو الجينوفيرا مثلا، ده لو هو ناتج عن لين العظام ده ممكن يتصلح لوحده بالعلاج لحد سن 4 أو 5 سنين. تمام. كتير قوي تلاقي العيان عامل عمليه عن 3 سنين. ليه؟ ده كلام مش صحيح. ما ادوش الفرصه ان لحد 4 سنين ممكن لوحده بالظبط. فدايما التدخل بدون داعي او في وجود فرصه ان العيان يخف لوحده يعني ده ايثيكالي مش صحيح. يعني الحقيقه انا يمكن قلت لك في مكالمه ان حضرتك بتفكرني الحقيقه بالمرحوم الاستاذ الدكتور محمد توفيق قبطان في ضميره الحي، لانه اتقال لي من الناس مرضى يعني كتير انهم بيجوا عايزين عمليه من حضرتك وانت بتقول لهم لا انا هكسب فلوس لو عملت العمليه بس انا مش هعملها لانه الحاله مش عايزه عمليه. مش كتير من اطبائنا بيعملوا كده بالامانه يعني، او يعني بص هي نعم. هي مش موضوع ضمير خالص يعني. هي القصه خلينا دايما الضمير ما يخليش في نظام. ما ينفعش تسيب الناس وتقول اشتغلوا بضميركم. لا ما ينفعش. ده كلام في رولز حكمانه، المفروض يبقى في رولز وفي نظام وفي قانون وفي علم. ماشي. من الحاجات اللي بتشوش العيان انه يروح لكذا حد وياخد اراء مختلفه، اراء مختلفه او يروح لناس تدي اراء وهي مش متخصصه. خلاص. نعم. عيان الشلل الدماغي مثلا او السيريبرال بولسي بيتعامل مع دكتور العلاج الطبيعي، بيتعامل مع دكتور مخ والاعصاب، وبيتعامل مع دكتور العظام. الحقيقه لكل واحد منهم رول. واللي بيعمل التشويش ان حد منهم يتكلم في الرول بتاعه الاخر. دي بتعمل تشويش جامد قوي. لما حد مش هو اللي هيعمل العمليه ويقول للعيان انت محتاج عمليه اون وات بيز. ماشي. والعيان بيدور على اي خيط امل قشة. يعني الواحد دلوقتي بقى بيلاقي صعوبه ان يقنع العيان انه ياجل العمليه او مش توقيتها دلوقتي او كذا اكتر من ان اقنعه بالعمليه. احنا لو اتكلمنا في العمليه هنخلص القعده على طول. صح. يعني. لكن انك بتقول له لا مش هعمل عشان يمكن اصبر وكذا وهنعمل كذا، لاني انا انت ممكن اصل احنا عندنا مشكله في الاطفال النمو. اوكي. لم بالمنطق انا ممكن اشوف عيان عنده قصر في الاوتار، ده عنده قصر في الاوتار ده بالمنطق كده. لو حطيته قدام قهوه والناس اللي قاعده عليها ده عنده قصر في الاوتار، اعمل له عمليه تطويل وتر. واخد بالك؟ بس المنطق ده بيلغي كل العلم المتوارث والمتراكم. بنعمل زي اول واحد شاف الحاله من 100 سنه ولا 200 سنه، فالرأي قبل العلم ما يضيف له، لكن العلم ضاف 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 وخبرات اتضافت اتضافت. فبالتالي الواحد بيتكلم على اساس كلام مكتوب في الكتب وكلام زي كده. فما ينفعش كوني اشتغل الطب مش منطق على فكره. الطب مش منطق. الطب منطق مبني ايده ايفيدنس او ايده البحث العلمي. لكن منطق بس منطق لوحده لا، يبقى انا هشتغل صح زي من 200 سنه فاتت. صح صح. فما ينفعش. صح. انا هشتغل على اساس الايفيدنس الحديثه او العلم القائم على الدليل الحديث بيقول ايه دلوقتي. خلاص. صح. لكن الشغل بالمنطق ده مش طب. صحيح صحيح. ده مش طب اي حاجه تاني. وسهل اقناع العيان بيه. صح. لانه منطق. لانه منطق. صح. فانت احيانا بتقول حاجات ضد المنطق عشان العلم قال كده. فالعيان لما يسمع المنطق ويسمع بعد كده انت بتقول مع ان انت اللي صح ممكن فبيحتار. حاجه وعايز رايك فيها برضو، وانا يمكن عارف رايك مسبقا، كان احد الاساطير العلاج بالاعشاب لو طلع في فضائيه الدنيا تتكسر، يعني عايز اقول لك تتكسر لدرجه يعني مش عايز اقول لك. فكلفت ان انا اعمل حوار مع هذا الرجل، فرصه هو في مصر يعني. فروحت لقيت حاله سيريبرال بولسي جايبينها له البيت قبل انا ما قابله انا على جنب في كورنر، ومسك ورقه وكتب ربع معلقه زعتر، ثمن معلقه كمون، ثلث معلقه. فانا لقيت نفسي يعني سايب كل حاجه وانسحبت على طول ومشيت. لا هي حضرتك بص ربنا ما يحكم على حد. يعني ربنا ما يحكم على حد. كون يبقى عندك طفل فيه مشكله فانت بتدور على اي، انت بتتعلق باي اشياء. وده من حقك. من حقك. وكون ان حد يقول لك انا هعالجه
صدقني انت ممكن تبيع هدومك عشان تعالج وتلغي المنطق وتلغي عقلك. ما هو ده خيط الامل الوحيد. خيط الامل الوحيد. الطرق الاخرى مقصده. انا شايف ان دي مش مسؤوليه العيان قوي. لان هو محطوط في وضع وضغط نفسي وعصبي. صح صح. بيدور على اسوء في اسوأ او اضعف حالاته. صحيح. في اضعف حالاته. صحيح. انا شايف ده مسؤوليه البلد ومسؤوليه الدوله ومسؤوليه الجزء. القوانين. القوانين. منظم. اللي هي سامحه لناس تقول اي كلام وناس تشتغل اي كلام وناس تشتغل وهي مش متخصصه في المواضيع. صح. والطوابير واقفه قدامهم ماشي. لان اسهل حاجه في الدنيا هي المتاجره بامال الناس. صح. سهل جدا. صح. امال والام. بس الاثنين. فاحنا يعني انا بعذر العيان ان هو لجأ لحاجات زي كده لانه هو يعني قرصه جامده. يعني ربنا بقول لك ما يحكم على حد. على حد. اه يعني. صح. الموضوع صعب. صعب. طيب. جدا. ام عايزه تعرف ابنها طبيعي ولا لا. هل في حالات على حاجات منذره في طريقه الماشيه في الرجل اللي مش قد الرجل يعني ام على قدها في تعليمها او حتى متعلمه نقدر نقول لها بالاوبزرفيشن بالمشاهده بس في حاجه غلط في حاجه ابنك شاذ يعني بيسموها شاذ عن الطوق اذا جاز التعبير. مش ده الخط والكيرف بتاع النمو بتاع كل حاجه طبيعيه ماشي. ايه الملاحظات اللي تشوفها الام على ابنها في سن 4 5 6 7 8 سنين فتقول لا اروح للدكتور وساعتها الدكتور يقول بقى اخر او اتدخل. يمكن هو التشخيص في 4 7 سنين ده بالملاحظات بالنسبه للام سهل. اه اللي صعب شويه اللي هو اول الولاد. الرضيع لازم تلاحظ هل بيحرك ايديه الاثنين زي بعض ولا لا. بيحرك رجليه الاثنين زي بعض ولا لا. نعم. مفاصله بتتفرد وتتني على الاخر ولا لا. في رجل اقصر من رجل ولا لا. وهي بتغير للبيبي هل الرجلين بيتفتحوا زي بعض ولا لا. الحاجات دي مهمه جدا الحقيقه. الحاجات دي مهمه جدا. وانا عايز اقول لزمايلنا بتوع السوشيال ميديا انا اقتضب هذه العباره ويعني على السوشيال ميديا يعني اكيد ناس كتيره متشوقه للمعلومات دي. طفل صغير رضيع ازاي تعرفي انه عنده مشكله؟ هو لا يتكلم ولا يتحرك ولا يصرخ ولا يبدي اي حاجه كده. فدي ملاحظات مهمه جدا جدا نقدر يعني نعمل فوكس عليها ان شاء الله ونلقي الضوء عليها. والحقيقه الملاحظات دي اكتر مش للام اكتر للدكتور الاطفال اللي هيفحص الطفل اول مره. اول ما هيتولد. مهم قوي ان هو بيشك على الكلام ده. ودايما احنا اعتمدنا في تشخيص خلع الاطفال الفخذ مثلا على دكتور الاطفال اللي هو هيفحص اللي هو الطفل. اول واحد هيشوف بعد النساء يعني بعد الولاده. بعد الولاده وهيشوفه بعد كده في اول شهر وبتاع انه لازم بيفحص النيونتولوجي ده اللي هو بيفحص الفخذ ويشوفه ده. مع انه حاجه عظام بس دي من احد اساسيات دكتور الاطفال برايمري هيلث بقى لانه لازم يلقط الكلام ده لان الحاجات التانيه ظاهره الايد والرجل زهرة والركبة زهرة. المفصل الوحيد اللي مستخبي هو الفخذ. لو في مشكلة ما بتبانش بالعين تبان بالفحص. تمام. بس تمام. فعشان كده بيبقى دكتور الأطفال ليه دور مهم قوي في تشخيص خلع الفخذ الولادي دي دي اتش بدري. تمام. احنا قلنا هنقول بالترتيب من ناحية الأكثر شيوعا الحالات اللي بتبقى في عيادة أستاذ جراحة الأطفال جاية ايه بالترتيب الـ 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 الأكثر ثم الأقل ثم الأندر. اكتر حاجه طبعا هي نقص فيتامين دي باشكاله. يعني باشكال نقص فيتامين دي كلها حدث ولا حرج. لان احنا عاداتنا اتغيرت وما بقيناش بنتعرض للشمس وبقت عايشين في فقاعات. نعم. شويه. صحيح. فالتعرض للشمس اقل جامد بقى عندنا نقص فيتامين د جامد. الكلام اللي قلت لحضرتك غلط اللي هو حكايه نوقف فيتامين د على سنه او سنتين او الطفل اول ما مشي خلاص نوقف فيتامين د. عايز اقول لك ان نقص فيتامين د دلوقتي موجود في اماكن فيها شمس كتيره زي اسوان وسينا والكلام زي كده. وما تستغربش من كده لان الجو حر قوي. ما بينزلوش. خليهم في البيوت. ما بينزلوش. ملفوف ده غير الحسد يعني بعض كمان العادات يقول لك الواد ابيض بعيدا بقى عن تحيز عشان انا اسمر يعني بس يقول لك الواد قمر جميل مش عارف ايه فلفه عشان ما يتحسدش. فاحنا بنشوف نسبه كبيره قوي تلاقي الاطفال اللي هي بقى بيلعب بيعيط من رجليه. بيلعب كتير في يوم يعيط من رجليه بالليل وهو نايم. اللي هي كانوا بيسموها زمان الام النمو. ما فيش حاجه اسمها الام نمو. النمو ما يعملش الم. بيبقى في الاغلب نقص فيتامين دي. التقوسات اللي بتحصل. بنشوف اطفال مش اطفال بقى يعني شباب عنده 12 و13 و14 سنه جاي لي بتقوس او جاي لي بانزلاق في راس عظمه الفخذ او مش عارف ايه حاجه او الام ما بيقدرش يلعب
او لو هو رياضي كويس قوي وبيلعب بشكل بروفيشنال تلاقيه بيشتكي دايما من تمزق متكرر، بيحصل له تمزقات كتير، كل دي بتبقى الحقيقه اعراض لنقص فيتامين دي. نعم. فدي اشهر حاجه. يجي بعد كده بقى العيوب الخلقيه، واشهرها طبعا القدم المخلبيه او الكلاب فوت، لان دي اشهر عيب خلقي بيحصل في العظام. يعني بتبقى شبه المخالب، يعني لا مش مخالب، بتبقى كيرفد كانها بصه لجوه. يعني القدم مش لفوق، التقوس ده بدل محدبه مقعره، يعني هي مش بلانتي جريد كده، داخله لجوه، داخله لجوه. اللي هي الكلاب فوت او القدم القفزاء او القدم المخلبيه بالعربي. ليها 50 اسم. تمام. ف برضه دي من الحاجات اللي حصل تطور في علاجها جامد قوي، كنا زمان بنعمل لها عمليات كتير، دلوقتي ما بقاش عمليات، بقت تكنيك معين للجبس بتاعها. تمام. بالجبس لوحده يعني يظبط الجبس وتطويل التندو اكيلس بحاجه في العياده. في احصائيات عندنا على مستوى مصر يا دكتور، يعني نقدر نقول القدم المخلبيه تمثل كذا، مش عارف تقوس الساقين تمثل كذا، ولا لازلنا برضه بعاد شويه عن حته الاحصائيات؟ انا ما عنديش معلومه ان في احصائيات. ما عنديش معلومه بهذا الشكل. لان عشان تعمل احصائيات انت محتاج شبكه كامله، داتابيز لكله، داتابيز لكل مستشفى، وكله مربوط ببعض. اوكي. يعني ده ممكن تتعمل لما يبقى في نظام التامين الصحي الشامل. ده هتبقى ممكن تطلع بالمعلومات دي، اذروايز انت مش ممكن تطلع. تمام. الا اذا كان اتعمل مشروع قومي مثلا للبحث عن الحاجه الفلانيه. تمام. زي الغده الدرقيه في النيونيتس، زي الحاجه اللي هي حمله قوميه لكذا. حمله قوميه لكذا. طيب ايه تاني بعد القدم المخلبيه؟ وعايز اخد بس ايه التكنيك بتاع الجبس بقى اللي لغى العمليه خالص، في يعني حاجه جديده ولا؟ لا مش جديده خالص. ده كان عاملها واحد اسمه دكتور كبير جدا اسمه اجنيسيو بونسيتي، وبادئها من الخمسينات. وبعتها في مجله عشان تتنشر، رفضوا نشرها وقالوا كلام فارغ. طبعا. وبدات تتعرف يمكن من اخر الثمانينات او بدايه التسعينات، واصبحت هي الستاندرد في العالم كله. والراجل مات يمكن ما لحقش حتى، لسه من سنين قريبه على فكره. يعني ما لحقش يفرح بنفسه ولا فرح ده ليه من. لا لا لا. بس هو راجل يعني فعلا فهم يعني ايه القدم، وفهم البايوميكانكس بتاعتها، وفهم ازاي يصلحها بيزد على البايوميكانكس. فاصبح الموضوع عباره عن 4 مرات جبس الى 6 مرات بالكثير قوي يعني. وتطويل الوتر بيتعمل في العياده او البيشنت، يعني مش حاجه بتتعمل في لانها مش عمليه كبرى ولا حاجه، وفي العالم كله بتتعمل كده على فكره. في اي طفل اقل من 3 شهور بتتعمل او تصلح بنسبه كام في الميه للنورمال؟ لا تصلح 100%. 100%. ما هو كونك ما صلحتهاش 100% مش متصلح. صح. خلاص. يعني هي لو فيها اي كيرف ومش محطوطه على الارض صح مش هتتصلح. فدي من الحالات. يعني انا فاكر وانا نايب كنا بنعمل، كان عندنا لستة كل يوم كلاب فيت. صح. عمليات. صح. الوقت لا. عشان التكنيك ده لغاه نادرا لما تلاقي عندك عمليات كلاب فيت. ما فيش يعني. فده من الحاجات اللي اتغيرت قوي في جراحه عظام الاطفال. الحاجات الثانيه اللي بنشوفها طبعا السي بي سيريبرال بولسي. لسه كنت هقول لك حالا دلوقتي. طب اذا كان العلم القديم كان يقول، او يعني مش القديم قوي، انما خدعونا فقالوا ان السيريبرال بولسي حاجه ما يقوس منها جدا، والامهات انا بشوفهم في ابو الريش يعني هم فعلا حاسين انه الموضوع منتهي، بيجروا بالقصور الذاتي. طب ايه اللي اتغير؟ يعني اقول ايه الرساله اللي اوجهها كاعلام انا لام اتولد ابنها بالسيريبرال بولسي او الشلل الدماغي لطفل وليد اذا جاز التعبير، و الجديد يروحوا فين؟ الشلل الدماغي لازم يتعامل به، يعني العيان بيتعامل مع كذا تخصص. بيتعامل مع دكتور مخ والاعصاب اولا طبعا، لان هو الاساس المنوط به التشخيص. طفل ما بيتحركش، اتاخر في الاعاد، اتاخر في الحبل، اتاخر في المشي، ما عندوش حاجه في العظم تمنع كده. في الاغلب بيبدا يدور ايه السبب. مخ وعصب اطفال. طبعا. في دور مهم جدا للعلاج الطبيعي عشان يحافظ على مرونه المفاصل وعشان ينمي المهارات بتاعته. لان انا دايما بشبهها بايه، انت عندك تلف في جزء من المخ. لو انا قارنت نفسي بالراجل اللي بيمشي على الحبل هطلع عيان. صحيح. يعني صحيح. هو بيمشي على الحبل الموضوع نسبي، انا هطلع عيان. طب انا في فرق بين المخ بتاعي والمخ بتاعه؟ لا خالص، بس هي تركيبا مهارات ما فيهاش حاجه. بس هو استغل كامل طاقه المخ بتاعته بالتدريب. وانا ما استغلتهاش، انا عايز ب 20% بس. فهو ده اللي بمثله للعيان فايده التمرين ايه.
ان انت دلوقتي عندك تلف المخ ده ما بقاش كاباسيتي بتاعته 100%، بقت اوريدي 20 مثلا. تمام. فانا عايز استفيد من 20 كلهم. تمام. مش عايز ابقى مش مستفيد منهم باتنين ولا 5%. صح صح. فده عشان ابسط ان التدريب والمشي والحركه واكتساب المهارات دي هيعمل ايه. طيب يعني اسمح لي يعني اعمل نقطه نظام كده. طب هل يعني اخصائيو العلاج الطبيعي فاهمين القصه دي يعني، ولا بيكتب لهم بتاع المخ والاعصاب؟ انا عايز 1 2 3 4، لان انا بلاحظ برضو مع احترامي الشديد لبتوع العلاج الطبيعي انهم ممكن يكونوا مش ملمين باللي عايزه دكتور المخ والاعصاب. لا، في ناس ولا في لانجوج بينهم. في ناس دلوقتي متخصصه علاج طبيعي اطفال. وفي ناس مجتهده جدا زي اي حاجه في الدنيا، في ناس كويسه وفي ناس زي اي حاجه، زي عظام العظام برضو، زي مثلا الاطفال، زي اي حاجه، كل حاجه في الدنيا كده يعني. الواحد مش عايز يعيب في حد، لكن الفكره كلها في الموضوع ان في حاجات معينه لازم نفهمها للعيان. العيان اللي هيعمل فيزيوثيرابي او علاج طبيعي عشان السيريبرال بولس هيعمله كام سنه؟ هيعمله لحد نهايه النمو بتاعه، لانه طول ما هو بينمو وارد ان يحصل له اسر في الاوتار، لان العظم بينمو بمعدل اكتر. عشان كده في العالم كله بيقول ان التدريبات دي لازم تبقى هوم بيست، يعني معتمده على البيت، نعلمها للام فتعملها. خلاص، لاني عايز اقول لحضرتك في اسره كامله ممكن تتدمر. صحيح. انهم كل يوم والتاني رايحين ومعطلين نفسهم 4 ساعات. صح. و ماديا كوستي. صح. واخد بالك؟ وانسانيا ونفسيا وكل حاجه ووقتا فاحنا ممكن نفسنا نعمل ستاندرزيشن ان يبقى تعليم الناس دي وانهم يشتغلوا ويتابعوا مع دكتور، لان اكتر دكتور ملاصق للعيان بتاع سيريبرال بولسي هو دكتور العلاج الطبيعي. لا دكتور العظم ولا دكتور المخ والاعصاب. ده حقيقي. انا بشوف العيان كل سنه مره او كل 6 شهور مره. صح صح. انما على هو حسب 3 مرات في الاسبوع فريفر لحد هو بيتحول لجزء من العيله. صحيح. الحقيقه يعني. صح صح صح. فدور العلاج الطبيعي في علاج الحالات دي جامد جدا جدا جدا. والكوميونيكيشن ما بينه وما بين دكتور العظم وما بين دكتور المخ والاعصاب مهم جدا. والحقيقه بره بتلاقي سنترز دايما فيها الدكاتره دي مع بعض بيشوفوا العيان. يمكن ده مش افيلبل عندنا قوي، بيسموها مالتي ديسبلينري كلينكس. لكن مفيش مانع ان العيان يروح للدكتور ده ويروح للدكتور ده ويبقى في. صحيح. وانا من اعرف ناس كتير قوي قوي مخ واعصاب هنتكلم في الحاله. ودكاتره علاج طبيعي بيسالوا وبقول وهو يقترح وانا اشوف. يعني في لغه. وده سوى تلاقي دكتور والله جاي لي بالعيان ديالوج ما بقاش. وده صح. وده صح باي ذا واي. العمليات ليها توقيتات معينه بحدود معينه بظروف معينه بالنسبه للعيان وهو وصل لمرحله ايه من المشي وهكذا. اصعب عمليه شافها بقى يعني حضرتك شفتها، اصعب عمليه مش ناسيها ايه؟ عشتها يعني اقصد. لا بص، لا مريض ما تنساوش يعني، مش عايز اقول اصعب عمليه، مش هقول لك كده، اقول مش هقول لك كده. اقول لك ان دايما في العظام الاطفال في كلمه مقوله مهمه جدا، decision is more important than incision. يعني القرار بتاع العمليه اهم مليون مره من العمليه نفسها. احيانا تلاقي العمليه كتكنيك ولا حاجه. اغلب عمليات السي بي كتكنيك ولا حاجه، المهم هتقرر تعمل ايه. صح. هتقرر تعمل ايه. هو ده القرار الصعب وهو ده القرار المهم، مش انسجن. مش انسجن. فمثلا تلاقي عيان لسه ما بيقفش، لسه ما بيمشيش، وعنده انسناق في الركبه والركبه ما بتتفردش. تلاقي كل تركيز الاهل والدكاتره بيقولوا لهم لازم تفرد الركبه دي عشان يمشي. لا مش صحيح. الطفل ده مثلا عنده 7 سنين ولسه ما بيقعدش كويس، ما حققش التارجت بتاع 6 شهور. خلاص، ازاي هيحقق التارجت بتاع سنه اللي هو بتاع المشي وهو لسه ما حققش تارجت الست شهور؟ هو متاخر عن زمايله، القطر سابقه بمحطات. طيب هنفرد الركبه، طب انا لو فردت الركبه للعيان دلوقتي وهو اغلب اليوم قاعد وعامل رجليه كده عشان يقعد، طب ما هو هتبتني تاني. صح. العمليه هتبوظ. وفي نفس الوقت عشان احافظ على العمليه ما تبوظ هلبسه سبلنتس جباير عشان امنع ان الركبه تبتني تاني. طب ما انا الجباير دي هتمنع انه يقعد وهتمنع انه يحبي. صحيح. انت شايف احنا صلحنا الركبه دي قبل العمليه متنيه، بعد العمليه الله شوف الركبه اتفرد ازاي. تسلم ايديك يا دكتور، حلوه قوي، ده الركبه اتفردت دي كانت متنيه. صحيح. بس على الفانكشن ما فرقتش حاجه، دي بالعكس عطلته.
خلاص. عشان كده يمكن لسه نازل كتاب في 2021 بيتكلم على الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف بعد تصليح جوده الحياه خلاص، وبيناقش بطريقه لطيفه جدا جدا ان ممكن نعمل عمليه عشان نصلح عيب موجود بس العيان ما استفادش، البرايورتيز بتاعته والاوت كام اللي موجود ما حسنوش، المنتج ما طلعش النهائي اللي انا عايزه. عيان عنده قصر في الوتر اكيلس حاجه بسيطه جدا وبيديله دفعه كويسه قوي وبيجري وبيتنطط ويلعب كوره، اروح مطوله له بيبرك مشيته تقل ما يعرفش يجري. فمش كده، هي دايما المستهدف ما تحققش، بالذات من ببارامتر جوده الحياه، لكن ببارامتر مفصل اتحقق تمام. لكن انا اللي يهمني جوده الحياه لانه ده انسان مش اله، خلاص يعني المفصل ده ماسك في بني ادم. انا ما ينفعش اتعامل معاه كمفصل ان ده في شورت وقطر او في تيبس في الحته الفلانيه. طب التيبس ده مع العيان ده، في عيان اشوف التيبس ده اقول لازم يعمل عمليه، في عيان اشوف نفس درجه التيبس دي بس في عيان تاني بوضع تاني بقدرات تانيه اقول لا ما يعملش. خدعوك فقالوا انه اللبن والجبنه والزبادي و و و الحاجات اللي فيها كالسيوم تغني عن التعرض للشمس. ما فيهوش فيتامين د مش موجود في الالبان خالص ولا منتجات الالبان تماما. جميل، عايزين ولا نصلح. لبن الام كمان يعني الشمس بس يد دواء مش قادر تشوف شمس مش عيب ولا حرام. استبدل بالدواء، استبدله بفيتامين دي حاجه عريضه جدا. انهي نوع يا دكتور؟ مش عايز طبعا برضو يبقى كوميرشال تجاريا يعني لكن انهي نوع؟ لانه الكلام كتير قوي عن انه ده من المحار، ده من مش عارف طالع من صدف اللؤلؤ، ده مش عارف ايه. لا ده انت بتاخد 1300 وحده يصفصفوا على كذا. لا ده بالكليتين. الكالسيوم انا على الكالسيوم. لا كالسيوم. انا بتكلم على فيتامين دي. لا انا على الكالسيوم حتى لو هياخدوه. طبعا فيتامين دي لازم يتاخد طالما انه ما تعرضش للشمس. لكن بس انهي فيتامين دي؟ انهي نوع فيتامين دي؟ دي مشكله برضه. في عندك الفيتامين دي الاكتيف فورم النشط، وفي الفيتامين دي البلين العادي 25 او اتش خلاص اللي هو بيتباع من غير اي حاجه ثمنه عبيط يعني. الحقيقه السبلمنت او علاج لين العظام وعلاج نقص فيتامين د لازم يبقى بالفيتامين د الغير نشط. تمام، مش النشط خالص، غير نشط لازم. النشط ده لمجموعة من المرضى معينين و عندهم نقص في الاكتيفيشن، ما بينشطوش فيتامين د، فانا بديه لهم نشط. هو ان اكتف تحت الجلد فلما يتعرض للشمس. لا هو بيتكون في الجلد، تحت الجلد وبيتنشط في الكبد وبعد كده يتنشط في الكلى. تمام، ايه دور الشمس بقى؟ تكوينه. تكوينه في الجلد فورميشن الاول. تمام سنتس. تمام تكوين. تمام. فانا دلوقتي لما باخد الاكتيف فورم عشان اعوض اني ما عنديش اكتيفيشن، لكن ما اديهوش لحد عادي لانه ما بيتخزنش. يبقى هو خد هوا ما خدش حاجه، ما استفادش. والهاف لايف بتاعته قليله جدا. يعني انت حضرتك خدته النهارده قطعت بكره بقيت ديفيشنت بكره. صحيح. وما بيرفعش مستوى فيتامين دي اللي هو الاستور، وبالتالي ما يقدرش يقلد الفسيولوجي الطبيعي بتاع فيتامين د في الجسم. الجسم بينشط وما ينشطش على حسب احتياجاته. انا بديله غصب عنه يستعمل اللي انا مديهوله سواء قليل او زياده. فده مش صح. وعلميا مش صح. صح. والخدعه في الموضوع او خدعوك فقالوا ان الفيتامين دي نشط اسرع، والبيبرز والابحاث بتقول كده. انما التجاريه دي كلها لخدمه الحقيقه الابحاث ما بتقولش كده. الابحاث بتقول هو اسرع في علاج الهايبوكالسيميا. الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم الكالسيوم. نقص في الكالسيوم حاد اللي جاي له تيتاني. خلاص. ماشي، اللي عنده نقص كالسيوم حاد هو ده اللي ياخد اكتف فورم لانه اسرع من عشان نحتاجه بسرعه. بالظبط، عشان عايز حلا لموقف. حلا لموقف. لكن ما اقدرش اطبق القاعده دي على لينا العظام. وده مثبت. ماشي، فدي كلام الحقيقه بنعاني منه، منه بشده جدا. تمام. ونقعد نقنع العيان، اصل برضه العيان انت دلوقتي هتقول له هات علاج ب 9 جنيه وهو حد كاتب له علاج ب 200 جنيه، فاكيد اللي ب 9 جنيه ده اللي ب 200 جنيه مع ان الصح هو 9 جنيه. معاك الصح هو اللي ب 9 جنيه. ماشي، فدي مشكله. الكالسيوم طبعا مصادره الاساسيه هي الالبان. ما فيش يعني الواحد بيسمع حاجات ليها العجب. يقول لك الكالسيوم موجود في البهارات كتير جدا، في الكمون ومش عارف ايه وبتاع. ده غلط. موجود، هنفرض انه موجود. طب انا احط كميات قد ايه؟ يعني انا في الاكله اللي قد كده عايز شوالين بهارات. أنا عشان انا هاخد قد ايه بهارات؟ هتوصل لي كام يعني قد ايه عشان يديني كالسيوم؟ يعني
كلام غير منطقي. زي ما حد مثلا يقول البيض فيه فيتامين د، ايوه هو فيه فيتامين د بس تريس اليمنت، بس البيضه فيها 40 وانا بحتاج 1000، هتاكل البيبي 25 بيضه في اليوم؟ فهي ما ينفعش ان انا كلام على السوشيال ميديا بقى يعني. ما هو برضو عايزين نطلع عينينا، عايزين نقول نطلع عينينا والله. على فكرة ناس كتير نفس ما يعني مقولة حضرتك لانه الناس مش واخده بالها انه السوشيال ميديا ما هي الا تجميع لما قاله الناس جميعا. يعني لو عطار كتب كلمتين وانت كتبت طالب راي الناس في كذا، يطلع لك راي اكبر استاذ عظام وراي عطار في حته كده، الاثنين يعني يطلع لك مع بعض. يا ريت فهي سهل كده، ما كانش الواحد طلع عينيه يعني وكل يوم بيتعلم بقاله 30 سنه كل يوم بيتعلم، يعني ما ينفعش. طيب يعني انا اديت لحضرتك ورقه وقلم وبعت لك طبيب صغير لسه متخرج وعايز يعني يتعلم يعني من حضرتك، وتنصحه بايه؟ خد بالك يا ابني من كذا وكذا 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 وكذا، عشان انا لسه كنت بكلم صديقي عمر طاهر المؤلف المحترم، كان عامل كتاب اسمه صنايعيه مصر، وكان بيجيب بقى كل صنايعي، يطلق كلمه صنايعي على كل حد يعني اسطى كبير في مجال بالظبط لا والعظام بالذات يعني. فتقول له ايه بقى كصنايعي كبير، ربنا يديك الصحه طول العمر يعني، في المجال ده هقول له ايه؟ هقوله لك بمثل. في كليه الطب في رابعه خمسه سته تمام، اتعلمنا في الاطفال وتعلمنا في الكارديولوجي في البطنه وتعلمنا في الباثولوجي خلاص علم الامراض، انا بترجم ماشي. بس عشان وتعلمنا في ايه تاني؟ في الانف والاذن، وتعلمنا في كل الحاجات دي يعني ايه حمى روماتيزميه. صحيح. وقلنا ان تشخيص الحمى الروماتيزميه ليه ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا. تمام. احنا اتعلمنا كده. الطالب بيتخرج بهذا العلم يقعد في وحده صحيه، يلاقي اللي قبله بيلاقي عيان بيشتكي من وجع في عظمه، عنده نقص فيتامين د، يروح بعته يعمل الميكروب السباحي، مع ان مش من ضمن الاعراض بتاعه الحمى الروماتيزميه هذه الشكوى خالص خالص. ماشي. فانا اللي اقوله كنصيحه للطالب، اقرا اقرا وتمسك بالعلم اللي انت اتعلمته. ما تشتغلش شغل السوق، ما تتعلمش كلام الفهلوه يعني، كلام احنا بنتكلم كلام ما تقلش وانت ما قريتوش. دايما يعني دايما اقول خليك مهندس، ما تبقاش بليه الصنايعي. الصنايعي ده ما قراش، هو اتعلم من الممارسه. الطب ما ينفعش يتعلم من الممارسه، قراءه وعلم بتايده لممارسه الممارسه صح. لكن اني انا اشوف ايه اللي بيتعمل واشوف الناس بتقول ايه مع انه حاجه بتخالف اللي انا قاريه في الكتب وانفذه، انا كده عندي مشكله عقليه في الموضوع. ما ينفعش. بس كده ثلاث ارباع الناس عندهم مشكله عقليه لا 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 في الموضوع. لا لا لا، بس احنا لازم نحط الكلام ده في بالنا. انا ما ينفعش ابقى دارس خمس مرات في طب يعني ايه حمى روماتيزميه واطلع بره واطلع انفذ كلام غير اللي انا قاريه والكرايتيريا اللي انا قاريها، يبقى ايه فايده العلم ده؟ يبقى خلاص ملوش لازمه. لا، تمسك باللي انت بتقراه وتعلم من اللي انت بتقراه، واذا لقيت حد بيقول لك حاجه بتخالف اللي موجود في الكتب ما تاخدهاش. يعني انا عايز اقول لك والله اتصل بي حد اسمه الاستاذ سعيد القاضي، كان له حاله يعني مع حضرتك، ويعني كان بيحكي لي انه ناس كتير جدا قالت كذا في حاله حد تبعه كذا كذا، وفي الاخر الموضوع اتحل يعني من غير جراحات ومن غير أيوة. فيعني هو يعني يبلغ حضرتك التحيات له. في مقوله لطيفه للدكتور صديقنا دكتور ياسر مليجي استاذ، يقول لك العيان لا يحتاج الى جراحه حتى يثبت عكس ذلك. الله جميل، فهمني. دكتور ياسر المليجي مفيش حاجه اسمها ان اول ما العيان يجي انت بتدور يعمل عمليه. ما ينفعش العيان، العمليه دي ريسك وخطوره. بتبدا من عايز اقول لك حقنه المضاد الحيوي، مش هقول لك حقنه التخدير. خلاص، فلازم اي خطوره تاخدها على نفسك تبقى جاستيفايد، صح، ليها مبررها، صح. فلازم لما تعمل عملية يبقى فيه مبرر حقيقي وضروري. بس يمكن ده عندكم جراحين العظام لكن مش عند الجراحة العامة. احنا تعودنا انه البطنة سي اند اوبن، الجراحة اوبن اند سي. ايوة دي كلام يعني كلام. الجراح يقول لك افتح وبعدين اشوف، لان ده اكل عيشه. أيوة. بتاع البطنة يقول لك لا اشوف الاول وبعدين يعني اشوف الجراحة. في نكت كتير قوي على الكلام ده. حاجة طايرة في السماء بتاع الأشعة يقول لك احتمال تبقى كذا، صح. أو كذا بتاع البطن يقول لك احنا نصورها ونشوف مش عارف ايه، بتاع الجراحة يقول لك مسك اضرب ضربها قال لك اعمل لها تحليل عند بتاع البطل. ايوه الجراحة فعلا شيء مختلف وليها، بس
بس في نفس الوقت لازم تبقى جاستيفايد. وده اللي بنحققه ودايما، ويمكن التخصص بتاعي ده هو اكبر مثل على كده، لان حاجات كتيره قوي ممكن تبقى مانجد من غير جراحه، وخصوصا لما تبص العيان هيستفيد ايه والعلم بيقول ايه. بلاش اللي هو حكايه يقول لك انا بشتغل منطقي ان اعمل كذا، زي ما اتفقنا قلنا ضد المنطق. الطب المنطق جميل لو ايده evidence-based medicine. Evidence. لكن لو الابحاث قالت عكس المنطق يبقى الابحاث هي اللي صادقه والمنطق غلط. صح صح. تعالى نطلع بره الطب دقيقه ونقول الاستاذ دكتور هشام عبد الغني يخلي اولاده يدرسون الطب، مش يخلي طبعا، بس يعني اذا جاء الموضوع هو يتمنى، سيبك من لان هم كل شاب له يعني ميوله، مع احترامه الشديد للميول يعني، يدرس طب عموما، يدرس جراحه عظام، يدرس اي حاجه تاني. لا انا هم اوريدي في جامعات بيدرسوا حاجات تانية. احنا مش عايزين نكبرك يعني، حد منهم دخل طب او واحد بس علي اسنان لكن ما كمان ما دخلش عظام ولا حاجه، الباقيين دخلوا ايه بقى؟ بزنس والله. طيب احنا يعني ما كملناش يمكن الجزء بتاع انه طبيب بيلتمس النصائح من حضرتك. احنا قلنا اول حاجه انه لا يسير في فلك الخبره اللي هو الواد بيليا عن انه يخالف الماينور والميجور كرايتيريا بتاعت الروماتيك فيفر، وحضرتك ضربتها مثال على ده. مثال على ده. اتنين، لا هي دي نمره واحد ومية. نمره واحد ومية. صدقني انت هتطلب مساعده حد اكبر منك، هتتفرج على حد اكبر منك، هتدخل تساعد حد اكبر منك، هتتعلم منه. بس لو ما حطيتش ده في اطار قرايتك انت، لا. إذا اللي قاله أو عمله خالف اللي أنت درسته، فكر كثيرا قبل أن تسير في دربه. لأنه حضرتك العلم أوسع بكتير من أنه يخبر حد. طح. إحنا كلنا ولا حاجة نقط. ولا شيء ولا نسوى حاجة. لو أنا اتكلمت خارج نطاق العلم الكبير اللي في الدنيا، يبقى أنا رميت كل ده زي ما قلنا ورا ظهري وببدأ أشتغل بها. زي من 100 سنة فاتت. ما ينفعش. فهي دي نمرة واحد ومية. اقرأ، اتعلم، شوف طبعا، سافر مؤتمرات وقابل ناس وشوف الناس بتوع بره بيقولوا ايه، لان هو الحقيقة احنا اغلبنا ناقل للعلم اكتر منه صانع للعلم. نعم. يمكن عشان كده لما كانوا بيتكلموا عن تعريب الطب انا يعني كنت حزين ده. لان الموضوع مش عن جهية وان عرب ولسان عربي، مش كده خالص. لما نبقى هو بيسابقك بخطوات كتير لما فانت مش مواكبه حتى الان. لما انا ابقى صانع العلم اتكلم بلغتي. انا مش صانع العلم وناقل، ما صعبش الامور عليا واحتاج لوسيط للترجمة. منطق. بس لا منطق فلستوب. فلستوب. تمام. طيب هو الحقيقة ده مش يعني طب فنسمع فيه المنطق. تمام. انا معايا ابن عم شبه حضرتك جدا يعني، هو الاستاذ دكتور يوسف الغرباوي ورئيس جامعه جنوب الوادي الان، فكنت بتناقش معاه على موضوع ليه دايما جامعاتنا خارج الجامعات ال 500 ولا غيرها فيه، فقال لي انه النشر والبحث العلمي نقطه مهمه جدا في الموضوع ده. فانا بدوري بنقل سؤال الاستاذ دكتور يوسف الغرباوي ورئيس جامعه جنوب الوادي لحضرتك، ليه بنتاخر؟ انت طبعا اصل عيني من الاعلام في جراحه عظام الاطفال، استاذ دكتور هشام عبد الغني اسم كبير. النشر ايه اللي بيأخر اساتذتنا في الطب عن انهم ينشروا في دوريات علميه فيتحسب ده كريدت وبوينتس و عشان في الاخر يصنفنا كاهم 500 جامعه في العالم، وتخرج مثلا، هي دخلت بعد كده لكن خرجت مرات، وكان في جامعات غيرها في تل ابيب جوه التصنيف. احنا دلوقتي بنتحسن. انا عارف. انا لا جدا جدا احنا دلوقتي بنتحسن ودي حاجه. لا دخلنا تاني وانا بحكي لك، انا بتكلم على ذي قبل وازاي نستفيد من دي. وعايز اقول لحضرتك ان كانت الخطوه اللي عملت كده ان كان الطلب ان كل الناس اللي داخلين ترقيات في الجامعه يعملوا بيبرز، لازم يبقى ليهم بيبرز منشوره بره. ده اكبر الناس انها تعمل بيبرز وتتنشر بره. اوكي. فده خلاهم قرار ذكي خلى الناس، فزود النشر اللي موجود في الجامعه فطلعت منه حاجات، الجامعه مستواها والتصنيف بتاعها اتحسن. القرار ده او مين؟ لا مش عارف، بس من فتره، من ايام ما كنت انا بترقى استاذ واستاذ مساعد. يعني من زمان. فالحاجات دي خلت الناس تبقى مهتمه جدا انها تنشر عشان يترقى. وهو ده الجايد في العالم. انت عشان
تحافظ على شغلتك لازم يبقى ليك نشر عشان نعم. تعمل كذا لازم. طيب حاجات كتيرة نفسي اسألها لحضرتك، زي مثلا وان كانت لا تتعلق قوي بالاطفال الصغيرين، النوم الافضل ايه، على اليمين ولا على الشمال؟ حاجات كتيره جدا بتسالها وهي خارج تخصصي. الافضل ايه؟ طب على جنب اللي يريحك. يعني شيل حاجه تقيله لحد امتى؟ طب ايه الامراض اللي تتعلق بده؟ طب ليه السباحه من الحاجات اللي بيمدحوا فيها جدا 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 كتقويه عضلات للعمود الفقري والبعض العظام؟ يعني هي مفيش الحقيقه، مفيش رياضه، مفيش حركه، مفيش مجهود الا ومحمود. تمام. يعني دايما حتى الاطفال اللي بي عندهم ضعف في العضلات دايما اقول لهم المشي يجيب مشي. تمام. اللي قاعد في السرير يجيب قعد ينهي المشي. فطول ما انت قادر على الحركه وعلى المجهود ما تبخلش بيه. اوكي. نعم. كل ما انت هتاخد قرار بنفسك انك تقلل مجهودك، مجهودك ده هيقل. صح. فاهمني؟ فما تقررش هذا القرار ابدا. نعم. الشنطة اللي انت تقدر تشيلها من العربية للبيت شيلها انت، ما تخليش حد يشيلها لك. اطلع دور او اتنين على السلم مش الاسانسير، بدل الاسانسير اطلع على رجليك، بلاش بالاسانسير. يعني كل حاجة تقدر تعملها ما تظنش بيها على نفسك، لان دي هتفيدك وهتحافظ على مفاصلك وهتحافظ على عضلاتك. نعم. وهتحافظ على مجهودك والفتنس بتاعك. تمام. طيب يعني اسئله كتيره جاتني الحقيقه بره حتى الموضوع، زي هشاشه العظام وزي وزي وزي، لكن خلينا نقول انه مثلا مرض زي السكر ممكن يتدخل في عظام الاطفال. انا يعني استشاري سكر فده تخصصي، فمش هعدي اللحظه التاريخيه دي مع حضرتك غير واسالك تاثير السكر على عظام الاطفال. بتشوف حاجات كده سكر اطفال؟ السكر ده مشكله كبيره طبعا. وانت عارف ان هو حاجه بتاثر على كل الميزينكايم بتاع الجسم. صحيح. وبتأثر على العظام طبعا. طبعا. وبتعمل ضعف في العظم، وبتعرضنا لمشاكل في التخدير وفي العمليات. يعني السكر ده من الأمراض يعني اللي هيوصل له الحل ده يعني ياخد جائزة نوبل 100 سنة ورا بعض يعني. صحيح. فلا ده مشاكله كبيرة جدا زي الكبار بالظبط، وبيأثر برضو على الإحساس في وبيعمل القدم السكري، وبرضو عندنا مشاكل في الإصابات والكسور. فأي طفل عنده سكر بنعملها، ولو عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه بنعمله زي الكبير برضو. لو كان عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه. لا السكر مشكله كبيره جدا. انها مش بتاثر على العظم بس، دي بتاثر على كل الاجهزه وكل الجسم. تمام. ايه موضوعات اخرى في جراحه عظام الاطفال غير اللي اتكلمنا من ناحيه الكور؟ كنا ماسكين ليست واتكلمنا في كام نقطه. ايه تاني اكثر حاجات تسخر بها عياده الاستاذ دكتور هشام عبد الغني؟ من الحاجات في حاجات كتيره، زي مثلا طفل جاي بيزك. طفل جاي بيزك على رجليه، عنده مشكلة في الفخذ. أول تشخيص أو أول حاجة بيعملها يروح يعمل الأنتيستريبتولايسين، الميكروب السمحي. وللأسف يجي لنا متأخر جدا بسبب إنه قاعد بيتعالج في حتة تاني، هو بيدور في حتة تانية خالص، قاعد بياخد بنسلين وبتاع. على فكرة الوحيد اللي من حقه يكتب البنسلين طويل المفعول بتاع الحمر الرتمية هو دكتور واحد بس، دكتور قلب الأطفال بس. خالص. انا عمري ما كتبته في حياتي. ولا يصح ان انا اكتب. والله انا حاورت كتير اساتذه قلب قالوا لي نفس كلام حضرتك، وضافوا عليه بقى حته ايه، انه مين قال ان الحمى الروماتيزميه كومون؟ يعني كل حالات بنشك انها حمى روماتيزميه في المية يطلع واحده بيقولوا. فايه الـ ايه الـ بس كميه الناس اللي بتاخد بنسلين طويل المفعول؟ ما لسه بيحكوا. طب ايه الكميه دي كلها؟ احنا مش من فتره جه ازمه ان بنسلين كانوا هم مش موجود. كانوا هم خلاص. عايز اقول لك ان اغلب مش محتاجه. مش محتاجه خالص، وعنده حاجات تانية خالص مش بتعالج. طيب زي ما قلت لحضرتك كده، يعني كان الاستاذ سعيد القاضي حد من المشاهدين للقناه، يعني بيشكر في حضرتك جدا والله، وبلغني ده هو وكتير من الناس يعني. فانا عايز اقول برضو سر نجاح الاستاذ دكتور هشام عبد الغني على المستوى الانساني بقى. لا ما مين قال لك ان يعني انا ناجح؟ طيب روشيتا روشيتا مين قال لك ان انا ناجح؟ يعني نقول ايه، بماذا تنصح الاخرين يعني انهم يكونوا اخواتك صغيرين؟ يوم ما مش عايز اقول يوم ما تتكلم عن نفسك انك ناجح يبقى اعرف ان انت عندك خلل في حاجه. لكن افيد الاخرين. يعني الكثير يرون ان حضرتك في تخصصك من الناس المحترمه جدا اللي ليها دايما باع. يعني لما تتكلم على الجزء ده دع الاخر يتكلم. تمام. مش انت اللي تتكلم عن نفسك. تمام. طيب في مجال تخصص جراحه عظام الاطفال تنصح النشء او الناشئه اللي هم النواب الصغيرين بتوع حضرتك، هي دي واحد اتنين يقروا كتير، يتابعوا ديزم. دوريات علميه، يشتغلوا في كل جزئيه كتير، ما يسيبش دماغه لحد. تمام.
اذا ما كانتش ماشيه مع القرايه اللي قاريها يبقى يراجع نفسه تاني. تمام تمام. لان دي ايفيدنس بيست لان هو كده انا باخد من حيث انتهى الاخرين. غير كده انا ببدا من ورا قوي. طيب كيف ترى طب الاطفال في المستقبل؟ وانا بفتكر الاستاذ المحترم اللي حضرتك بتقول ان هو قال حلغ العمليات واشتغل بالجبس كم مره، 4 إلى 6 مرات، فلم تنشر الورقه بتاعته ثم العالم كله اشتغل بيها. ده عادي على فكره. ده عادي ده عادي يعني. ياما الواحد بعت بيبر ما تتنشرش، مجله تقول لك لا دي حاجه مش عارف ايه، تبعتها في بيبر ثانيه وبعد كده تلاقيها بدات تكتب في الكتب عشان كويسه. ده حصل معايا انا شخصيا وحصل مع كل الناس. ده عادي ده عادي. ما هو الـ التعامل العقلي ما بين الناس ده صعب. ودايما يعني لازم. الاستاذ دكتور خالد معانا على التليفون، معلش. هويده هويده هتعمل مداخله بس لمده 30 ثانيه معلش. طيب ماشي ماشي. فهي نعم دايما لما تكتب بيبر او بحث لازم تبقى كونفينسينج ولازم تبقى عامل حاجات صحيحه ولازم تبقى كذا عشان تبقى حاجه ذات قيمه. ولكن عمر ده ما هيحصل من غير الشغل ومن نعم. غير القرايه ومن غير العلم ومن غير حاجات كتيره يعني محتاج نعم. مجهود نعم. ويعني لازم يبقى في تشجيع لكده وبيئه مناسبه لكده. انا عايز اقول لك ان عشان تعمل بحث في مصر صعب صعب جدا نعم. لان احنا لاكنج في المستشفيات بتاعتنا الدوكيومنتيشن نعم. ما عندناش يعني اي مستشفى بره بتاع فيها مكتب كده وناس متخصصه جمع البيانات بتاعت العيانين وتسجيل كل حاجه والعمليه والخطوه والكشف بتاعه و و و و احنا ما عندناش كده في المستشفيات المصريه. فما عندناش ما فيش حاجه اسمها ادخل في المكتب كده الاقي عايز العيانين الفلانيين الاقيهم. طب كانوا عاملين ايه وشكلهم ايه ومش عارف ايه. اغلب البيبرز بتعمل بره عشان الداتا موجوده فانت بتشتغل عليها. صحيح. احنا هنا لاكنج الداتا دي. صحيح. عايز المشاهدين خلص وقت الحلقه لكن ما خلصش انتظارنا ليكم المره بعد المره. الحلقه القادمه معانا الاستاذ الدكتور خالد رجب من كبار اساتذه المناظير، مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مصر الحقيقه. هنتكلم عن متى يستخدم منظار المعده، الدواعي المختلفه، زي ما استاذنا الدكتور هشام عبد الغني في حلقتنا النهارده قال لنا حاجات كتيره استفدنا منها النهارده، وزي ما الاستاذ الدكتور هشام عبد الغني الحقيقه غير مفاهيم كتيره زي السيريبرال بولسي. يعني اعتقد انه بعض الاطباء لو شافوا الحلقه النهارده هيستفيدوا اكثر من المرضى كمان في حضره الاستاذ الدكتور هشام عبد الغني استاذ جراحه عظام الاطفال. كمان المره الجايه ان شاء الله الاستاذ الدكتور خالد رجب استشاري المناظير بمعهد تيودور بالهرس واحد برضو اساتذه الجامعه المحترمين هيكون معانا فيما يتعلق بكل ما يتعلق بقولون المعده ومناظير المعده، مناظير المعده ومناظير القولون وحاجات كتيره جدا. ما تفوتكوش الحلقه الجايه ان شاء الله. انا باسمكم جميعا اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى استاذنا الاستاذ الدكتور هشام عبد الغني استاذ جراحه الاطفال واحد اهم اساتذه جراحه الاطفال في مصر والوطن العربي على هذا اللقاء المثمر الطيب والمعلومات الطيبه. شكرا يا دكتور على انك نورتنا. شكرا ليك ويا ريت ابقى نص الكلام اللي انت هتقوله. ربنا يخليك. لا بشهاده الجميع حضرتك نورتنا والله وحد من الاعلام. ونتمنى مصر كلها يبقى فيها اطباء بقيمه وقامه حضرتك وبالضمير الحي الجميل اللي حضرتك عدلتنا النهارده وقلت مش ضمير بس، دي رولز لازم تتبع. والنهارده اشار الاستاذ دكتور طبعا هشام عبد الغني الى ما يسمى بالايفيدنس بيست ميديسين، ايفيدنس بيست ميديسين او الطب القائم على الدليل اللي يعني العالم كله بيتكلم عنه النهارده. فانا بشكره يعني اكثر من مره. شكرا ليك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين يختمون كلماتهم بحلقات واختمها بابتسامه.